قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة ومميزة بعنوان عيد جميع القديسين، حيث عد حلقة هذا الأسبوع وقدمها الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الايكونومس الدكتور إبراهيم دبور، الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن، الذي سرد تاريخ هذا العيد والتعريف بمصطلح القداسة. كما أجرى البرنامج اتصالين هاتفيين مع الأب فرح حجازين والأب قسطنطين هلسة، حيث تطرق الأب حجازين إلى الشواهد الكتابية في الكتاب المقدس والتي تنير درب السائرين على القداسة. كما شرح الأب هلسة الانتقال من شريعة القديم إلى شريعة الجديد. فإلى هناك، لو مسكنا كتاب السنكسار سيرة القديسين بنلاقي على الأغلب وخصوصا من الكنيسة الأرثوذكسية يعني كل يوم في عيد قديس، فما الداعي لعيد جميع القديسين ما دمنا احنا عندنا كل يوم عيد قديس بهالسنة؟ أول شيء باسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين أمين. عيد جميع القديسين بصادف يوم الأحد دايما اللي بعد العنصرة، لأنه الكنيسة وضعت هذا العيد تقريبا بالقرن التاسع الميلادي، بسبب أنه في كثير من القديسين والشهداء والمعترفين والرهبان والنساك والنساء والرجال والأطفال لم تعلن قداستهم وما حدا بيعرفهم، وبالتالي الكنيسة حبت انه تكرم هدول الناس كلياتهم المعروفين وغير المعروفين. يعني قديش عنا احنا شهداء في الكنيسة، يعني في من فوق بالقرن من القرن الاول القرن الرابع من فوق المليونين شهيد من للمسيحية من اجل المسيح، هدول استشهدوا. فهدول كمان ما بنعرفهم كلياتهم، نعرف عدة قديسين، القديس جورجيوس، القديس ديمتريوس، القديس برنابا، القديسين الرسل، فهدول معروفين بالنسبة لنا. بس بالنسبة للعالم أجمع في ناس كتيرين يعني ما مش عارفين من هم. نعم. وبالتالي الكنيسة حددت هذا اليوم مشان إنه تعرف العالم على إنه في كتير قديسين الكنيسة. هلأ الشهادة اليوم أصبح لها مفاهيم مختلفة، يعني الشهادة الوطنية والشهادة الدينية المسيحية اللي احنا المقياس من مات لأجل السيد المسيح. مثلا في كثير كل ما ينتقل حدا من هذه الحياة بأثناء ممارسته لعمله أو تغطية صحفية أو بنشوف قديش تعرض الصحفيين لهي الأنواع من الإبادة، شو نظرة الكنيسة اليوم للشهادة؟ يعني شو مفهومها؟ يعني بالنسبة للمسيحية، المسيح واضح كتير في كلامه، بيقول انه من اراد ان يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. نعم. وبالتالي الشهادة بالمسيحية هي عدة انواع. اولا الشهادة بالمسيحية هي الشهادة من أجل المسيح فقط لا غير. نعم. الشهادة من أجل الوطن، الشهادة من أجل العلم، الشهادة من أجل مساعدة الآخرين، هاي تعتبر كلياتها يعني عمل خير، عمل فضيلة. نعم. والله يكافئ هذا الإنسان بشكل هائل جدا. لكن الشهادة بمعنى الشهادة هي فقط للرب يسوع المسيح ومن أجل المسيح ومن أجل بشارة. ومشان هيك المسيح له المجد في أعمال الرسل، بتلاحظ بقول لهم الإصحاح الأول آية 8 بيقولوا لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقاصي الأرض. إذن الشهادة هي للمسيح. نعم. وبالنسبة لأنه المسيح هو الله المتجسد ونحن نشهد للمسيح بعدة طرق. في الواقع الموضوع كثير كثير شيق وبهم كل مسيحي، والحديث عن جميع العيد جميع القديسين تدعوني أن أتحدث عن القداسة. القداسة هي أمر من الله وليس مجرد نصيحة، أمر من الله لكل مسيحي إذ يقول كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. وأيضا القداسة هي أمر ممكن، وإلا لما كان الله طلب منا ذلك.
القديس أغسطينوس يقول: الذي جعل فلان أو فلاني يصبح قديسا أو قديسة، لماذا لا يجعلني أنا أيضا أن أصبح قديسا؟ كيف أصبح قديسا؟ سأل الشاب يسوع: ماذا أعمل لأرث الملكوت، أي لأصبح قديسا؟ أجاب يسوع: احفظ الوصايا. وأهم هذه الوصايا الوصية الأولى: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل ذهنك وكل قدرتك، وأحبب قريبك حبك لنفسك. أين نحن إذن من هذا المقياس؟ الله لا يحب التجزئة، أعطانا كل قلبه وينتظر منا أن نعطيه كل قلبنا، لأن الحب لا يتجزأ. من القلب تتولد القداسة، فمن كان قلبه شريرا عبثا تقدسه شفتاه. من القلب ينبثق نور الإيمان، فمن كان قلبه مظلما عبثا يستنير من الخارج. القلب هو المستودع الذي يأخذ منه كل شيء: المحبة والبغض، الإيمان والشك، الفضيلة والرذيلة، القداسة والكفر. ولذا فكل من توهم أنه قديس لمجرد ما يبديه من ظواهر العبادة والتقوى فهو مخطئ في وهمه. من خلال عظته على الجبل أراد السيد المسيح أن ينقل الإنسان نقلة نوعية من عقلية دنيوية بشرية محدودة إلى عقلية إنجيلية مسيحية إلهية، أعني إلى القداسة. لا يستطيع الإنسان أن يقبل أو يعمل بهذه العقيدة بدون نعمة السيد المسيح ومثل السيد المسيح. وهذه باختصار بعض الميادين أو المبادئ حتى نسأل أنفسنا أين نحن منها. أبونا، قبل الاتصال كنا بنحكي هذا الجهاد، هذا التعبير عن القداسة، كيف اليوم لما بنحكي لأخواننا المؤمنين اليوم يسوع عمل هيك ويسوع حكى هيك، بحكوا إن هذاك يسوع، هذاك إله، أنا بدي أصير إله، أنا عبد ضعيف وخاطئ. فهي تعاليم المسيح هي تعاليم فاضلة وتسمو على طبيعة البشر، بس بيجي القديسين بثبتوا إن لا، إنه هاي القديسين هم كمان بشر. يعني إذا أبونا تحدثنا بمنطق العهد الجديد وبروح العهد الجديد، نستطيع أن نفهم أن الإنسان مش لوحده، وإنما روح الله ساكن فيه هو الذي يعمل. الرسل والأطهار والناس لما راحوا يبشروا كانوا صيادين سمك، لكن روح الله كان يتكلم في لسانهم، كانوا ضعفاء. من أنت؟ يعني زي ما قال أبونا وبشكره على ذلك، القداسة هي ليست محصورة في مطران أو في خوري أو في راهب، أو القداسة هي للجميع، الجميع مدعو لهذه القداسة، لأن القداسة هي الدخول إلى الملكوت السماوي. وويل لنا إن لم نصبح قديسين، ويل لنا إن لم نصبح قديسين، يعني في خطر على دخولنا إلى الملكوت السماوي. يا سلام. فمشان هيك بتلاحظ المسيح له المجد بيقول إن كنتم، في يوحنا الإصحاح 14 أي 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وبالتالي في العهد الجديد أنت أصبحت إنسانا جديدا بقلب جديد. قلب جديد. العنصر عيدنا لها بالأسبوع، العنصر اليهودية شو هي؟ هي إعطاء الله الوصايا العشر والشريعة على لوحي مكتوبين من حجر. نعم. لكن العنصر في العهد الجديد إعطاء الشريعة للعهد الجديد في قلب من لحم. أبونا إبراهيم، معنا صوت صارخ من الجنوب. الأب قسطنطين هلسه. أبونا صباحك نور. يسعد صباحك أبونا حبيبي، ويسعد صباحه أبونا إبراهيم. يعني دائما أنت فزعتنا يا أبونا. ابدا ابدا في الخدمه بالتاكيد. صديق نورسات دائما، يعني الدكتوره باسمه الله يذكرها بالخير دائما بتقول لنا استعينوا في ابونا، بحكي حكي حلو. الله يخليك ابونا ويديمها الدكتوره. الله يخليك، تفضل ابونا. كنا اصغاء والساده للمستمعين والمشاهدين. احنا عيتنا الاحد الماضي اول امبارح لتذكار جميع القديسين، وابونا شكله يعني أفاض واستفاض. نعم.
لكن هنالك ايضا كمان احنا بدنا نحكي عن القداسي والقديسين، يعني بدنا حلقات مو حلقه واحده. لكن اللي بنقدر نقوله انه اولا انه قبل احد جميع القديسين احنا عيدنا للعنصره، وقبل العنصره هيئنا للعنصره بثلاث آحاد اللي هم المخلى والسامرية وأيضا أحد الأعمى. يريد الرب أن يوصل إلنا رسالة إنه يسوع المسيح هو فيض ونبع الماء الحي اللي إذا شرب منه البني آدم لا يعطش إلى الأبد. العطش هون هو العطش للملكوت السماوي، وأيضا قول الرسول بولس حياتي هي المسيح في رسالة إلى أهل فيلبي. لذلك كل اليوم مدعوين للقداسة بهذا المعنى بالتفصيل. لا نقول إنه القديس معصوم، إحنا لا نؤمن بالعصمة إلا المسيح وحده الخالي من الخطيئة، لكن القديس كان في سلام مع الله في القداس الإلهي قبل المناولة المقدسة. يرفع الكاهن الحمل أو الأسقف يرفع الحمل ويقول المقدسات للقديسين. لاحظ مين؟ لاحظ هون انه الكلام مش فردي، الكلام جماعي لكل المؤمنين المجتمعين. هذه حياة القداسة، وهذا هو القديس اللي اليوم احنا بنتعلمها من احد جميع القديسين، وهذه هي الرسالة اللي بدنا نوصلها للعالم، انه كيف نقتدي في المسيح اولا، وكيف يكون الله هو الأول والآخر في حياتنا، هو محور كل حياتنا. نعم صحيح، الأولوية الأولى. نعم نعم نعم. يعني هون بس بصف في آخر نقطة، إنه الآن الروح القدس فاعل في الكنيسة. الروح القدس صوته مش صوت مزمجر ولا صوت عالي ولا صوت برج الدنيا. الروح القدس سمع صوته إيليا النبي زي نسمة ريح لطيفة سمعها إيليا النبي، وبالتالي نحتاج إذا شوي نصم أذاننا عن صراخ العالم وعن صخب العالم حتى نسمح للروح الإلهي بأنه يتغلغل فينا ويسير حياتنا، وفي النهاية هو القائد تبعنا نحو الملكوت السماوي. آمين.